السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. اليوم امتحنوا بها خارج القطر، وحبيت أن أنشرها لكم خاطر تستفادون من عدها وحليتها. هذه الأسئلة نسختين، أنا نزلتهن بقناتي على التليجرام ونزلتهن على المنتدى. هاي الأسئلة، لكن الحلول بس على التليجرام معيني، وهذا الحل مالتها. هذا السؤال الأول A و B و C، هاي عيني مال القطعة الخارجية، هاي الحل مالتها A و B و C. وهذا السؤال الثاني A و B، هذا السؤال الثاني A و B، وهذا السؤال الثالث A و B و C و D، هذا السؤال الثالث A و B و C و D، عيني هاي التنقيط D. والسؤال الرابع هذه الـ A و B، السؤال الرابع هاي الحل مالتها. والسؤال الخامس الإنشاءات، حتى الإنشاء كتبت الإنشاء عن حياة البرية وعن مهنة شخص، اثنيناتن قلت لكم هذني وزاريات رشحتناني. هاي مهنة شخص موجودة باليونت السادس، مثل ما يعني رشحت الإنشاءات الحمد لله أجني. هاي عينان نزلت الحل على قناتي على التليجرام، تقدرون تاخذون الحل من عندها. وان شاء الله التوفيق.